بسم الله الرحمن الرحيم. تم بعون الله تحرير منطقة مخيم اليرموك من عصابات الأسد والشبيحة الطاغية من قبل كتائب عمر بن عبد العزيز ومساندة كتائب أخرى. الحمد لله رب العالمين، وما التوفيق إلا من عند الله. الله أكبر والعزة لله، الله أكبر والعزة لله، ألا إن نصر الله قريب. وهو شارع المدارس في وسط مخيم اليرموك. الله أكبر عليك يا بشار، الله أكبر عليك يا بشار. هي كتائب عمر بن عبد العزيز منتشرة والحمد لله.